صباح الخير في حلقة جديدة من تيست ايجيبت. احنا النهاردة حابين نعرفكم على مدينة اسكندرية، وهل هي اصلها يوناني ولا فرعوني ولا ايه بالظبط؟ فتعالوا بينا نبدأ من الاول، ازاي اتبنت مدينة اسكندرية ومين اللي بناها؟ طبعا مين اللي بناها دي مصر كلها عارفاها، لان اللي بناها هو الاسكندر الاكبر. طب بقى اتبنت ازاي وامتى؟ مدينة اسكندرية ما كانش ليها وجود، كان في قرية صغيرة اسمها قرية راكوتيس، وجزيرة حلوة جميلة اسمها جزيرة فورس. وبعد احتلال الفرس جاء الاسكندر الاكبر وحرر المصريين من احتلال الفرس فحبوه، وعشان خاطر يقرب من المصريين اكتر قرر ان هو هيروح معبد الاله امون اللي في سيوة ويلقب نفسه بابن الاله، وبكده يقرب للشعب اكتر. وفي عودته من المعبد عدى على جزيرة جميلة جدا اسمها جزيرة فارس، وقرية صغيرة اللي هي قرية راكوتيس اللي احنا اتكلمنا عنها. واول ما شافها بص على البحر وقرر ان هو يبني في المكان ده مدينة باسمه ويسميها مدينة الاسكندرية، وقرر ان هو يختار مهندس يوناني اسمه ناقروتيس هو اللي يبني تصميم المدينة. وفعلا جاب ناقروتيس واتفق ان هو هيبني المدينة شبه المدن اليونانية، وبنى مدينة اسكندرية في مصر عشان تبقى رابط ما بين مصر وما بين اليونان. ولما بناها قسمها لخمس احياء، بس استنوا، هو اللي بناها؟ لا، للأسف الاسكندر مات قبل ما يتم بناها، وجاب طليموس الاول وهو اللي بدأ يبني وينشئ المعالم اللي موجودة في مدينة اسكندرية. اتقسمت مدينة اسكندرية لخمس احياء، الحي الاول هو الفا، بيتا، جاما، دلتا، ابسلون. تعالوا كده ناخدهم بالترتيب. الفا ده كان الحي الملكي الحي الراقي، وكان بيمتد من الشاطبي لحد محطة الرمل. بيتا ده كان بيسكن فيه اليونانيين بس صحاب النفوذ العليا مش اي يونانيين. جاما كان بيسكن فيه اليونانيين بس العاديين مش صحاب النفوذ ولا اللي ليهم منصب في الدولة. دلتا كان بيسكن فيه الاجانب اللي هو في الوقت ده كانوا اليهود والسوريين والنوبيين وغيرهم، اي اجنبي جاي مدينة اسكندرية بيقعد في دلتا. ابسلون بقى ده بتاع كان المصريين الغلابة، واللي احنا موجودين فيه النهاردة هو جزء من الحي الخامس لمدينة اسكندرية. بعد كده لما اتبنى عمود السواري سموها بمنطقة عمود السواري، وعشان نستسهلها اكتر قلنا عليها منطقة العمود. بعد موت الاسكندر اتقسمت الولايات اليونانية، وكان نصيب بطليموس الاول مصر، كمل بنى الاسكندرية واكتملت المدينة وكانت جاهزة، فحب ان هو يتقرب للمصريين وياخد نفس الاتجاه اللي اخده الاسكندر الاكبر. فعمل ايه؟ قرر ان هو يجمع ما بين الديانة المصرية والديانة اليونانية، فعمل الثالوث السكندري. الثالوث السكندري هو بيتكون من الاله والزوجة والابن. الاله هو الاله سيرابيس اللي هو دمج ما بين الاله ابيس والاله اوزايس، اما الزوجة فهي ايزيس وهي كانت محبوبة جدا من المصريين وكمان من اليونانيين. اما الابن فهو كان هاربوكراط، هاربوكراط اللي هو حورس الطفل. وبعد ما عمل الثالوث كان لازم يعمل له معبد علشان الناس تيجي تتعبد للاله سيرابيس. المعبد هو اللي احنا واقفين عليه دلوقتي، بس للاسف المعبد متهدم جدا ومش موجود منه غير بقايا زي ما انتم شايفين هنا، في اعمده في احجار باقيه من المعبد، لكن المعبد كامل مش موجود، احنا ما عندناش غير بقايا للمعبد. لكن اتبقى من المعبد حاجتين بس، هما قدس الاقداس والمكتبه الصغيره او المكتبه الابن، وهنشوفهم دلوقتي مع بعض. احنا دلوقتي واقفين في السلالم اللي هتنزل على قدس الاقداس، واللي هنشوف فيه ايه جوه؟ يا ترى في حاجه اصلا جوه؟ تعالوا نشوف. ومن الطبيعي ان يكون في اي معبد في مذبح، المذبح ده وظيفته ان بيتقدم عليه قرابين للاله. هنا هو في عندنا بقايا من المذبح اللي كانت موجوده لتقديم القرابين للاله ابيس. هنخش دلوقتي نشوف القدس الاقداس. ده الممر اللي بيدخل على قدس الاقداس، زي ما انتم شايفين الممر دوت مفروض يبقى ضلمه علشان ده اقدس مكان في المعبد، بس هو طبعا منور علشان الزياره. هنا هوت موجود فيه تمثال للاله سيرابيس. بطليموس لما جه قرر يعمل الثالوث المصري كانت عنده مشكله واحده، ان المصريين كانوا بيحبوا يتعبدوا للاله في شكل حيواني وكان عادي جدا، لكن اليونانيين كانوا بيرفضوا ده تماما، فقرر ان هو يعمل الثالوث السكندري بالشكلين، الشكل الحيواني والشكل الادمي. فعشان يريح المصريين وعلشان ما تحصلش مشاكل قرر ان هو يحط في المعبد ان هو التمثال للاله سيرابيس في الشكل الحيواني وهو شكل العجل.
لما اكتشفوا المعبد لقوا التمثال الاصلي للمعبد ان هو تمثال سرابيس، بس اخدوه حطوه في المتحف اليوناني الروماني علشان يبقى محفوظ هناك، وحطوا هنا واحد نسخه طبق الاصل علشان الناس لما تيجي تزور المعبد يشوفوا التمثال كان موجود هنا شكله عامل ازاي. تعالوا نشوف تمثال سرابيس، يلا بينا. احنا دلوقتي قدام تمثال الاله سرابيس، زي ما انتوا شايفين ان هو بياخد شكل العجل، هو الشكل الحيواني زي ما احنا قلنا وعادي جدا. وعلشان يبين تأثير الحضارة المصرية ففيه ان هو قرص الشمس اللي ما بين القرنين، وكمان علشان يبين تأثير اليوناني فحط عمود زي كده هو بيسند التمثال من تحت. وزي ما انتوا شايفين ودان التمثال كبيرة قوي، فهل طبيعي ان ودان العجل كبيرة كده؟ لأ، هو عملهم ان هو كبير علشان تسمع دعوات الشعب، علشان الشعب بيجي للإله سرابيس ويدعوله، هو عشان يسمع دعواتهم فعملوا الودان كبيرة، ودي حاجة رمزية. احنا كده خلصنا قدس الأقداس وشرح الإله سرابيس، تعالوا نشوف المكتبة الإبنة ونشوف الممر اللي بيدخلها. احنا دلوقتي موجودين في المكتبة الإبنة، زي ما انتوا شايفين في سلالم بتنزل لتحت وفي على الجنبين فتحات صغيرة. المكتبة الإبنة دي لما اكتشفها دكتور بوسي 1985 كان في بعض الآراء حول استخدامها. في واحد قال ان هي كانت بتستخدم عشان يتم فيها الحفاظ على عظام البشر، بس يا ترى الفتحات الصغيرة دي هتاخد عظم كامل لبني آدم؟ ما اعتقدش. في رأي تاني اتقال ان الفتحات دي كانت بتستخدم علشان يتم حفظ فيها حيوانات متحنطة زي السرابيوم الموجود في سقارة، بس برضو نفس الفكرة، الفتحات صغيرة جدا على ان هي تاخد حيوان بعظامه، وخصوصا ان في حيوانات كبيرة. والرأي التالت ان دي مكتبة الإبنة، ليه؟ مكتبة اسكندرية وكان بيتم الحفاظ فيها على اللفافات والبرزي، بس تفتكروا برضو المكان هنا مناسب ان يتم فيه حفاظ على لفافات وورق مهم ممكن ان هو يتدمر بسبب المناخ؟ ده رأي. في رأي رابع اللي هو يعتبر اقرب رأي صح، وهو الرأي اللي ان المكان ده بيتم استخدامه للحفاظ على الادوات اللي كانت بيستخدموها الكهنة علشان يحافظوا عليها هنا هوت، وكمان قريبة جدا من السانكشري اللي هو قدس الأقداس. قولولنا انتوا حابين انهي رأي اكتر، اكتبهولنا في كومنت. دلوقتي هنكمل مع بعض باقي ملحقات المعبد، واول حاجة هنتكلم عنها هي الصهاريج. ألين رو اكتشف 12 صهريج موجودين في المكان، وكانوا بيجيلهم المية من بحيرات قريبة من المكان. الصهاريج دي كل دورها ان هي بتحفظ المية علشان بعد كده بتتبعت من خلال قنوات موجودة تحت الارض لأحواض التطهير وغيرها من الحاجات اللي الكهنة محتاجين يستخدموها. وزي ما قلنا هنلاقينا هنا 12 صهريج اللي اتبنوا في العصر الروماني. يلا بينا نروح لحوض التطهير. تاني حاجة عندنا هي حوض التطهير. طب يا ترى هما كانوا بيستخدموه في ايه؟ باين من اسمه ان هم علشان يطهروا. الكهنة كانوا بينزلوا في حوض التطهير قبل ما يدخلوا المعبد وقبل ما يقوموا بأي طقوس للمعبد علشان يطهروا من أي حاجة في الدنيا، وبدأوا بعد كده يدخلوا في أقدس مكان في المعبد في قدس الأقداس. لقينا في المكان 6 أحواض تطهير، من ضمنهم هو الحوض اللي احنا شايفينه دلوقتي. تالت حاجة عندنا هي مقياس النيل. مقياس النيل في كرموز بحته بعيده جدا عن النيل اصلا. طب ايه اللي جابه هنا؟ مقياس النيل اتبنى هنا، وده اللي قاله رونالد تالر ان هو رمزي علشان بس يثبتوا بيه الوهيه الاله سيرابيس وان هو اله للنيل، وعلشان كده عملوا مقياس النيل كنوع من انواع الرمزيه للاله سيرابيس. طيب هو ايه اصلا وظيفه مقياس النيل؟
مقياس النيل كانوا بيقيسوا بيه ارتفاع منسوب النيل بعد الفيضان، وعلشان على اساسه يحددوا الخير اللي جاي لمصر من الزراعه في الوقت ده، وبعديها يقدروا يفرضوا الضرائب على الناس. دي الوظيفه الاصليه لمقياس النيل اللي بيتبنى قريب من النيل طبعا، لكن زي ما قلنا ان اللي عندنا ده مجرد مقياس للنيل رمزي ياكدوا بيه الوهيه الاله سيرابيس، وان هو اله كمان على نهر النيل. كده وصلنا لاخر حاجه معانا في عمود السواري، وهو الأوبن إير ميوزيوم، وده عملوه عشان لقوا كميه كبيره من الاثار موجوده في المنطقه، فقرروا يعرضوها في شكل أوبن إير ميوزيوم بحيث ان الناس كلها تعرف تشوفها. ودي كانت فسحتنا في عمود السواري. استنونا في فسحه جديده من تيست ايجيبت، وما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك والانستجرام، وكمان تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل بتاعتنا. باي باي. Thank you.